شاعت مساء اليوم أعداد غفيرة من المواطنين جثمان شهيد الوطن الوكيل الأول بالحرس الوطني أحسن السلطاني المثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة الطويرف من ولاية الكاف. الحمد لله على قضاء ربي يا ربي، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، ان شاء الله تعطوني حق اولادي، ان شاء الله تفدولي بالثار يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. كل ثقه في رجال تونس يوقفوا معايا واقفه بالحق بالحق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في المجرمين، ما همش مسلمين. قدر ما نحزين اليوم على هالموقف والفاجعه الاليمه هذه، بقدر ما أن فرحانين فيما نشوفوا التضامن والتآزر مع الأمنيين والعسكريين نتاعنا. وحضرت الموكب الجنائزي مجموعة هامة من القيادات العسكرية والأمنية إلى جانب حضور عددها من الناشطين من السياسيين والحقوقيين. بالنسبة لنا احنا حضور المواطنين في بالعدد هذا في تشييع جثمان الشهيد إلا هي كلمة للعناصر هذه اللي تحاول أنها تروع الأمنيين ومن وراءهم المواطنين، مش باش تنجم تعمل الشيء هذا. نحب تحية للأهالي نتاع المناطق هذه التويرف والكيف وجندوبة، ونزيد معناها نوصيها باش تزيد تدعم أكثر الوحدات الأمنية والوحدات العسكرية بالمعلومة باش ننجموا، وإن شاء الله باش يكون فما رد ولين نردوا. وكما قلت حضور الناس اللي لا يجي تحضر في مثل معناها في هالموكب هذا الخاشع إلا دليل أنهم هما معزولين وما عندهمش حتى حاضنة وما عندهمش حتى ناس تدعم فيهم. شهيد آخر ينضاف لقائمة شهداء الوطن تزفوا اليوم ولاية الكاف، وتأكد من خلاله تاريخ النضال العظيم واللي ثمن دور أهلها الكبير اليوم في مقاومة إفة الإرهاب.